ان شاء الله الف سلامه يا كابتن. لكن اعتقد حق الاهلي والظرف اللي الاهلي بيمر بيه وحق جمهور واعضاء النادي الاهلي حتموا على الكابتن محمود الخطيب مع مجلس الاداره حتى اللحظه الاخيره النهارده اتخاذ موقف يحفظ حقوق النادي ويعبر من خلاله النادي، ودي النقطه المهمه جدا، عن عظيم تقديره لكل الجهات الامنيه وكل التضحيات اللي بيبذلها رجال الامن وكل الجهود الوطنيه الكبيره اللي بتبذل. فقط الاهلي بيسال حقي فين؟ هنشوف نص البيان اللي صدر من مجلس اداره النادي الاهلي اليوم موجها الى الاتحاد المصري لكره القدم، وبعدها هنتكلم. الأهلي نحترم الرؤية الأمنية، لن نخوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة. أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسب ما أعلن اتحاد كرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن المجلس رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية. جاء ذلك بعدما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة. وإليكم نص البيان. بيان النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى آخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب ومن دون جماهير. هو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه، ويطلع كل فرد بدوره. وإزاء ما سبق، فإن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثل ما جرى في الموسم الماضي. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركتهما المحلية والإفريقية. النادي الأهلي.
البيان عشان من مش محتاج نفصصه كلمة كلمة، لكن ناخده مرحلتين. مرحلة بيؤكد فيها النادي الأهلي تقديره الكامل للأمن وقرارات الأمن واستيعابه وفهمه وتعاونه مع ظروفه الأمنية، وهو أمر لا يقبل الجدل أو الفصال. الشق الثاني وهو ده المهم اللي عايزين نتكلم فيه، اللي بيقول ولكن وإحنا بنقدر الدور الأمني مش عايزين حد يستثمر هذا الأمر في إشاعة الفوضى في الملف الكروي والجدول ونرجع تاني زي الموسم الماضي نعاني من أمور كلها مع كل أسبوع فيها سخونة وتوتر وغموض.